قليلا من المنطقة الحدودية هنا بسعيدية بين المغرب والجزائر. تلاحظون معي من الجانب المغربي الأعلام المغربية. تتابعون معي من هذه المنطقة الحدودية، فهناك بالمقابل هناك أعلام جزائرية والأعلام المغربية هي. منطقة حدودية هنا بسعيدية. هناك أغاني المسيرة الخضراء، أغاني المسيرة الخضراء هنا بهذه السيارة التي تحمل الأعلام المغربية. يا سلام يا سلام يا سلام، صور صاحب الجلالة. صور جميلة رائعة من المنطقة الحدودية بحضور الأبطال. السيد النوري عضو المكتب المديري حاضر في الملتقى الفيدرالي هنا ببركان، ونحن في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر. سرخاوة حاضر، خالد السكاح بطل الأولمبي، مولاي إبراهيم بوطيب أيضا الشمالي أيضا. منظر جميل إخواني أخواتي هنا. تبارك الله عليك، الله يعاونك سيدي، بارك الله فيك. شكرا. كلمة صحابي. اه كلمة كان نهديها لجميع المغاربة. الحمد لله حنا خوا خوا، والشعب المغربي دائما يبقى متحد وراء جلالة الملك محمد السادس. وحنا المغاربة بيناتنا ما كاينش العنصرية، الريف الصحراء الجبالة كلنا خوا خوا، ودائما نبقاو مرتبطين وراء جلالة الملك محمد الناس حفظه الله. ويحيى المغرب ويحيى المغاربة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن. شكرا لك على الكلمة الطيبة. إذن صور جميلة رائعة. ها أنتم تشوفوا معي إخواني على الحدود، الحدود المغربية. تبارك الله عليك سيدي، بخيرين. ما كبير هذا، شكون هادو؟ شكون هادو؟ ديباع الحسني الجديدي، مرحبا بكم. أداس اش ديرونا اش ديرونا؟ سيارة تزور الدنيا. هذه منطقة حدودية، عرفني منطقة حدودية. اشنو كاين هنايا؟ المغرب ومليه الجزائر. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك أولدي. الحدود تحية الجزائر. تبارك الله عليكم. حبونا الله يخليهم لينا. شكرا شكرا. تبارك الله عليكم أولدي. راك بحال الاب ديالنا والله العظيم. بارك الله فيك ولدي. شكرا شكرا شكرا. اذا اخواني اخواتي لاحظتوا معايا الصور المعبره ديال افراد الشعب المغربي اللي جاوا لهذه المنطقه الحدوديه، وكلهم فرحانين يشوفوا هذه المناظر هذه. وهناك سياره لاحظوا معي